هو اليوم الاخير وبالتالي هو يوم الحسم. انا بعتبر المصريين كلهم احتشدوا النهارده زي ما قلت لحضرتك في البدايه اللحظات الاخيره، فهو اليوم الثالث. اليوم الثالث هنلاقي الكثافه اكبر من الاول والثاني، وده اللي بنلاحظه في اللجان الانتخابيه ومن متابعتنا على الهواء مع المراسلين الحقيقه من لجنه الاخرى. التواجد كل الاعمار موجوده وفي فرحه وفي بهجه، المشهد برضو موجود في كل محافظه، الفرحه والبهجه اللي احنا شايفينها امام المقر الانتخابيه مش محافظه بعينها ولكن جميع المحافظات. دي رساله سياسيه، خلي بال حضرتك. هؤلاء مش يعني كل اهلنا دول مش خارجين يطلبوا صوتهم ويمشوا، هم خارجين يحتفلوا ويقولوا لكل متربص بهذه الدوله، سواء قله في الداخل او اغلبها في الخارج او قوى اقليميه بتتربص او غيره، يعني بيقولوا ان في شعب عظيم جدا ورا دولته مساند وداعم ليها. لا يمكن تتكسر دوله بهذا شعبها محب ومتفاني بهذا الشكل. الدول لا تبنى استاذ احمد بالتعاطف ولكن بالعرق والشقه والمشاركه. ودي رساله المصريين في خروجهم وفي احتشادهم وامام اللجان وبهذه الصوره بهذا الشكل. يعني تمام. لما وفد الكونجرس يرقص مع المصريين في المنوفيه امبارح شفناه في المنوفيه. هم يعني هم المصريين بيعبروا بتلقائيه وعفويه عن مشاعرهم، ودي طبيعه. يعني خلينا نقول ان يعني احنا عانينا فتره طويله السنوات الماضيه، ويعني كانت مصر كانت بتعيش حاله من حالات الكآبه في محاوله اختطافها على ايدي ميليشيات جماعه ارهابيه. لا احنا الحمد لله المشهد اختلف كثيرا جدا، خاصه في ظل الاحداث السياسيه والرياضيه. لازم نفتكر المشهد ده كويس قوي، واحنا النهارده بنحتفل بالشكل ده. تمام. احنا كلنا كده كمصريين ونازلين للجان وبنصوت وبنعبر عن راينا وحريصين. اهو الشباب اهو زي شباب. الورد بالزبط. زي الفل. شباب مصر اهو قدام اللجان بيتصوروا للشباب وبيفرحوا وبيصوتوا وهكذا. السباق كبير وكان في حاله كده، عارف الشوفينيه، يعني كل واحد متعصب لمحافظته او لمنطقته وعايز يقول ان هي افضل منطقه واكثر مشاركه.